نهرب. لا 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 بلا ميكرو. قالوا لك بانه انا مشيت لطنجة باش نهرب. بغيت نفسر لكم واحد القضية ساهلة. ميكرو للدراري. انا بون نهرب من الظلم لانه ماشي نخرج خبسة بحال اللي قالت الضابطة وهيبة ملي قالت كنت بانه هي هربت من الظلم. ردوها بان خرجت خبسة وهي عندها باسبور ديال الميريكان وعندها كواد الميريكان وبنتها مع ديال الميريكان وخارجه بالرساله ديال رئيس ديال وكيل الملك ديال المحكمه ديال عين السبع ديال الدار البيضاء وخارجه في الطياره في المطار محمد الخامس وكيقول لك خرجت خمسة ثانيه. انا يمكن لي نهرب من الظلم ولكن كنظن من الواجب ديالي نبقى هنا نحارب الظلم ماشي نهرب من الظلم. الظلم خصنا نصفيوه مع الظلم خصنا نجعلو له حد. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.